مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة وأهلا بكم. تميز الوضع الجوي لهذا اليوم بمنخفض نسبي للضغط الجوي، وكما نلاحظ من خلال تسلسل صور القمر الاصطناعي كانت السماء في الصباح صافية على مجالاتنا البحرية. توقعاتنا الجوية المنتظرة لما بعد الظهر طقس قليل السحب بشمال تونس، رياح غربية شمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة، ثم تتقلص آخر النهار لتصل إلى 10-20 عقدة. البحر يكون مضطرب فقليل الإثقال. في شرق تونس رياح شمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. وبخليج قابس رياح شمالية شرقية جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب، ورؤية تمتد من 3 إلى 8 أمتار. بالنسبة لهذه الليلة يتواصل الطقس قليل السحب بسواحلنا الشمالية، ريح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. بشرق تونس رياح شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة كذلك، البحر قليل الاضطراب. وبخليج قابس رياح جنوبية شرقية تتجه إلى شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب، ورؤية تنخفض من 8 إلى 3 أميال. توقعاتنا الجوية المنتظرة ليوم الغد إن شاء الله طقس صافٍ فقليل السحب بسواحلنا الشمالية وخليج الحمامات، ريح من القطاع الشمالي سرعتها من 10 إلى 20 نوت، البحر قليل الاغتراق، ورؤية تمتد من 3 إلى 8 أمتار. بالنسبة لمنطقتي أشبة وخليج قابس، ريح من القطاع الشمالي كذلك سرعتها من 10 إلى 20 نوت، البحر قليل الاغتراق، ورؤية تمتد من 3 إلى 8 أمتار. نمر الآن إلى حركتي المد والجاذب من أسفاقس، 52 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و39 دقيقة، متر و51 سنتيمتر على الساعة 8 بعد منتصف الليل و39 دقيقة. بميناء كيبس 61 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و26 دقيقة، متر و85 سنتيمتر على الساعة 8 بعد منتصف الليل و44 دقيقة. بميناء جرجيس 33 سنتيمتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة، 87 سنتيمتر على الساعة 8 بعد منتصف الليل و51 دقيقة. في الختام ولمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال بالموزع الصوتي، زيارة موقع الويب أو بعث أرسالية قصيرة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.